شكرا معالي دولة رئيس الوزراء ووزير المالية. سؤالي عايز أرجع لمسألة الاقتصاد غير الرسمي. الحقيقة دي مش أول مرة بنسمع فيها عن استهداف الاقتصاد غير الرسمي، خاصة في ظل النمو الكبير اللي لهذا القطاع. يعني أحدث تقرير طلعت عليه لوزارة التخطيط كان بيقدره ب 50% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي، فدي نسبة كبيرة جدا. إيه الاختلاف المرة دي اللي هتقدمه الحكومة علشان تدمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، خاصة انه فكرة العقوبات والرقابة لم تسفر عن دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي؟ فايه المحفز الجديد او ايه التوجه الجديد اللي هتقدمه الحكومة لتشجيع هذا الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج؟ شكرا. تفضلي. شكرا معالي دولة رئيس الوزراء على هذا اللقاء طبعا المفيد جدا على كل المستويات، وخاصة المستوى الاقتصادي، وتوضيح بعض الرؤى المهمة لما يحدث في مصر الآن. كنت عايزة أسأل حضرتك على هل في جديد بالنسبة للطروحات الحكومية، برنامج الطروحات الحكومية، لأنه طبعا من الأذرع المهمة للتنمية الاقتصادية اللي احنا بننشدها في مصر في الوقت الراهن. الحاجة التانية، السؤال التاني المعالي وزير المالية عن الأثر المالي على الموازنة العامة لهذه التعديلات، لأن طبعا طول الوقت عارفة إن موارد الدولة مهمة جدا برضو بالنسبة لحضراتكم، فكنت عايز أعرف الأثر المالي لهذه التعديلات. شكرا. دولة رئيس الوزراء بالتأكيد هناك العديد من الملفات والنقاط الهامة حول الملف الضريبي والمتعلق بالاستثمار والمستثمرين وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. معاليك فندم، ذكرت بأن هناك منظومة إلكترونية سوف يتم إطلاقها في هذا الشأن حتى تضمن يعني سير هذه العملية بشكل ميسر تماما. هل هذه المنظومة سوف تشمل، ما أهم النقاط التي سوف تشمل هذه المنظومة حتى تصل إلى الموظف الصغير والكل يكون على علم كامل بها حتى لا يتعثر المستثمر خلال إجراء هذه المشروعات، ومتى سوف يتم إطلاق هذه المنظومة؟ شكرا يا فندم. لا لا، اللي جنبه. طيب خلاص خلاص، ودي ودي، مش مشكلة. أنا مش هطول، بس عشان النقطة بتاعت اللي أثرها زميل خاصة بالقطاع غير الرسمي، وطبعا مش أول مرة احنا اتربينا كلنا إن احنا بنطالب بإدخال القطاع غير الرسمي في الاقتصاد. أعتقد سؤالي تحديدا في القصة دي، هتعملوا إيه في مشكلة الثقة؟ يعني أنا هي مش قضية إنك هتدرب الموارد البشرية اللي موجودة عندك، إنما قضية نسق قيمي. يعني النسق القيمي اللي موجود عند عدد كبير من مش بس في الضرايب، يعني في قطاعات اخرى من الدوله وغير الدوله وغير القطاع الرسمي، يعني فيما يتعلق باستحلال او طريقه التعامل لكسب الرزق، او ده نسق قيمي التدريب مش هيحله. فهل في خطه للتعامل مع القصه دي؟ السؤال، الحاجه الاخيره، سؤال اطالب بادخال التامينات الاجتماعيه في منظومه المقاصة المركزيه. الجزء الاخير ده المعالي رئيس الوزراء، احنا النهارده اتكلمنا عن السياسات الماليه فيما يتعلق بالسياسات الضريبيه. انا اتصور ان يبقى في استراتيجيه كامله، سياسات نقد ماليه متنوعه ضريبيه والتحفيز قطاعات بعينها، وبالاضافه لسياسات نقديه في المجلس الاعلى، اكيد اللي انتم في تشاور بين بين الطرفين، السياسات الماليه والسياسات النقديه والسياسات الاقتصاديه. اكيد هل في منظومه متكامله او استراتيجيه متكامله هيتم الاعلان عنها كل في تخصصه؟ يعني وزير الاستثمار هيتكلم شويه، وسياده المحافظ المركزي المركزي شويه، وطبعا معالي رئيس الوزراء. ده سؤالي، شكرا. شكرا. خليني اجمع، انا حبيت بس اجمع مجموعه من الاسئله اللي تخصني، وهبدا بموضوع منجم السكري. المنجم طبعا زي ما حضراتكم سمعت حضرتك او تناقلت الصحف ان هناك صفقه اتفاق تم ما بين شركتين. احنا مصر طبعا في عقد خاص بمنجم السكري، والعقد ده بيتضمن حقوق الدوله المصريه بمنتهى الوضوح، واحنا بناخد حصتنا بانتظام تام، وده مع احد الشركات الاستراليه اللي اعلن انها حصل نوع من الاندماج او الاستحواذ ما بينها وما بين شركه اخرى من جنوب افريقيا. بالتأكيد اللي أنا عايز بس أطمن حضرتك فيه، مما يخص حصة مصر في المنجم دي، لا يعني لا يحدث عليها أي نوع من النقاش ولا الجدل ولا أي حاجة. ممكن أن ينظر إذا ما ثبت صحة هذا الخبر أن يكون ده استثمار أكتر جوه المنجم،
وبالتالي يبقى حصة مصر ممكن هتبقى بتزيد. أنا بأكد على هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت نتيجة لأن هذا الاتفاق أو هذا الخبر أعلن ما بين شركتين، واحدة منهم شركة لها الحصة فيما يخص الأسهم السكري، فوزارة البترول النهاردة في تواصل مع هذه الشركة لاستبيان التفاصيل كلها، وإن شاء الله هيطلع بيان واضح من وزارة البترول بكل شيء. لكن اللي بأكد عليه وبطمن حضراتكم، حصة مصر دي مفيش أيا كان بقى أي نوع من التعاملات البينية ما بين الشركات، دي شيء مثبت وموجود ولا في يحصل فيه أي مساس. بالنسبة للطروحات، أنا بأكد لحضرتك إن إحنا مع مرور الوقت، إحنا الحمد لله فيما يخص مستهدفات تحقيق جذب الاستثمارات والطروحات إحنا ماشيين بصورة جيدة جدا. ويمكن النقطة اللي قالها الصندوق النقد، وأنا بقولها بمنتهى الشفافية، في التقرير الثالث بتاعه هو تساءل هل الدولة المصرية هتظل مستمرة في جديتها في موضوع هذا الموضوع وهتاخد الخطوات بالرغم من حالة عدم اليقين وحالة الاضطراب اللي موجودة النهاردة في الأسواق العالمية كلها. اللي أنا بأكد عليه، إحنا مستمرين في هذا الموضوع وده سياسة ثابتة للحكومة. ولكن اللي بيحصل، وده اللي أنا يمكن قلته المرة اللي فاتت، إن إحنا كنا أعلننا عن عدد من الصفقات بعينها من أكتر من سنة، نتيجة للظروف العالمية واللي حصلت ابتدى يحصل إعادة ترتيب للأولويات، وبرضو إخراج بعض الحاجات اللي احنا شايفينها مش وقت مناسب الفترة دي ان انا اطرحها وادخل حاجات اخرى، وده هنعلنه قريبا ان شاء الله في خلال الفترة الجاية. لان اذكر حضراتكم الموضوع، انا مش ببيع اصول، انا بعظم استفادة من اصول الدولة، وبالتالي التوقيت المناسب ده بيبقى شيء مهم قوي، ومفروض ان انا ازاي احصل على افضل سعر للدولة في هذا الشأن. وبالتالي ما فيش اي شيء يمنع ان انا اكون اعلنت عن حاجة ان انا حابدا اطرحها، واجي النهاردة واقول لا ده مش وقت مناسب على الاطلاق ان انا اطرحها، وبالتالي انا ببرجئ هذا الموضوع وبدخل بعد يعني مجموعة من الاصول الاخرى. وده احنا فعلا في هذه المرحلة بنعيد ترتيب هذا الموضوع وحنعلن عنه في خلال الفترة القادمة باذن الله.